معنا الكرام الآن أرحب بضيفي المحلل للأسواق المالية السيد سركيس تشوربيان. أهلا وسهلا بك الذي ينضم معي من العاصمة الأردنية عمان. حياكم الله سيد سركيس. أهلا بك أستاذي. سيد سركيس نبدأ من أسعار الذهب. أسعار الذهب ما بين 1900 دولار و 1900 دولار وتتراجع قليلا وترتفع، وهذا التذبذب لهذا المعدن، يعني كيف نرى وكيف نقرأ أسعار الذهب لهذا اليوم، خاصة ونحن في ختام تداولات أسبوعية؟ بالفعل شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعات ملموسة في أسعار الذهب قبل أن تعود لتشهد بعض الانخفاض. في الحقيقة صدرت بيانات اقتصادية غاية في الأهمية الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، وجاء هذا الارتفاع بأكثر من توقعات الأسواق، لكن على ما يبدو المتداولون حاليا في الأسواق المالية أقل قلقا من ارتفاعات التضخم، وكما نعلم بأن أسعار الذهب تتجاوب طردا مع ارتفاعات التضخم المحتملة، خصوصا عندما يرافق ذلك سياسات نقدية تسهيلية من البنوك المركزية حول العالم. لكن الآن المتداولون ينظرون إلى احتمالية أن يكون الارتفاع في التضخم عابر، وهذا ما حاول الفيدرالي الأمريكي سابقا أن يركز عليه في عدة مناسبات عندما أشار إلى أن ارتفاعات التضخم تعتبر عابرة. وأريد هنا الحديث أيضا عن موضوع مهم، بأن المتداولين أصبحوا يراقبون توقعات التضخم وليس التوقعات الحالية، فإعادة فتح الاقتصاد وكذلك التعافي الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية يرافقه ارتفاع كبير في أسعار السلع، وهذا هو المحفز لارتفاع التضخم، وهذا ما قلل من قوى الموجة الصاعدة لأسعار الذهب التي حصلت سابقا وعاود وشهد القليل من الانخفاض. باعتقادي هناك سبب مهم آخر لحصول بعض الموجات الهابطة التصحيحية في أسعار الذهب رغم أن الاتجاهات الإجمالية الصاعدة ما تزال قائمة. السبب الرئيسي هو انتظار المتداولين هذا الأسبوع لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع صدوره يوم الأربعاء المقبل، وفي العادة تحصل عمليات جني أرباح في الأسواق المالية، شملت هذه المرة أيضا الذهب الذي تعرض لموجات شرائية كبيرة عندما بدأ ارتفاعه سابقا من مستويات ما دون 1700 دولار وبدأ بالارتفاع. الظروف التي تدعم ارتفاعات أسعار الذهب بالفعل موجودة حتى هذه اللحظة، لكن كما أشرنا انخفاض قلق المتداولين من التضخم والتوقعات من أن يكون التضخم عابر قلص من حيازات الذهب وتسبب في بعض الموجات التصحيحية الهابطة. أريد أن أنظر أيضا إلى التضخم الذي يأخذه الفيدرالي الأمريكي بعين الاعتبار عندما يقوم بوضع سياساته النقدية. الفيدرالي الأمريكي ليس كغيره من البنوك المركزية أغلبها الذين يتخذون مؤشر CPI أو مؤشر أسعار المستهلكين، بل ينظر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مؤشر آخر هو الكور PCE، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري، وهذا المؤشر ارتفع بالفعل إلى قيمة 3.1%. لكن يجب أن نتذكر بأن متوسط التضخم بحسب مؤشر الكور PCE ل 17 شهر ما زال عند بحسب حساباتي عند 1.54%، وهذا ما زال ما دون المتوسط المطلوب. لذلك بالفعل أشهد أن هنالك بعض الانخفاض من القلق من التضخم، وهذا ما ضغط قليلا على أسعار الذهب. لكن هنالك أضيف أيضا موضوع آخر، وهو تفضيل المتداولين لعديد من الاستثمارات الأخرى، وأخص هنا بالذكر أسواق الأسهم التي اجتذبت المتداولين، إن كان في أسهم قطاع التكنولوجيا. يوم الجمعة الماضي شهدنا ارتفاعات ملموسة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، وفي أوروبا ارتفع أيضا مؤشر داكس الألماني، وهذا كله أيضا قلص بعض الشيء من التوجه للذهب في سبيل التوجه لتلك الاستثمارات. لكن مرة أخرى يجب أن ننظر إلى الحركة الإجمالية الصاعدة فالبنوك المركزية حول العالم، والتي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي وبنك كندا المركزي أيضا، اللذان حافظا على سياسات تيسيرية وتحفيزية قوية للاقتصاد، شملت من البنك المركزي الأوروبي خطة برنامج شراء الأصول التي بلغت قيمتها 1 تريليون و850 مليار.
السياسات التسهيلية والنقدية التحفيزية كلها مدعمة لأسعار الذهب لترتفع خلال الفترات المقبلة على المدى المتوسط والطويل. لكن على المدى القصير، إن كنا نتحدث عن افتتاح تداولات هذا الأسبوع، هذا اليوم، ليلة هذا اليوم، أو خلال الفترة مع انتظارنا للفدرالي الأمريكي، ربما سوف نشهد بعض التذبذب في تحركات أسعار الذهب لحين أن يرى المتداولين أي مستجدات في اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المرتقب كما أشرنا يوم الأربعاء المقبل. طيب سيد سركيس، يعني هذه حدثت في خلال هذا الأسبوع، هنالك فجوات سعرية بين بأوقات التداول، برأيك ما سر هذه الفجوات السعرية التي حصلت على تداول الذهب؟ نعم، الآن الفجوات السعرية أسبابها هي الانقطاع في التداول ثم العودة له، وهنالك في ميزان القوة ما بين الطلب والعرض، أي كبد وآسك في الأسواق المالية، وخصوصا عندما تكون العديد من البنوك مقفلة. كما نعلم في البنوك العالمية، البنوك تغلق أبوابها يومي السبت والأحد، وهنا ما يجعل الفروقات السعرية تكون بعيدة بعض الشيء، وهذا ما سبب أيضا القفزات السعرية ما بين افتتاح وإغلاق، والانقطاعات السعرية ما بين البنوك العالمية، لأنها ليست كلها عاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي نشهد هذه الفجوات السعرية بين حين والآخر، خصوصا عندما نتحدث عن البنوك المحلية إن كانت أو الإقليمية التي تعمل يوم الأحد. وهذا ما يجعلني أعتقد بأن هذه الفجوات السعرية تحصل، خصوصا وأن هنالك أيضا تباين في آراء المتداولين، فالبعض هنا ينظر إلى احتمالات ارتفاع أسعار الذهب بسبب سياسات البنوك المركزية ومخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، لكن البعض الآخر يرى بأنه هنالك احتمالية أن تبقى أسعار الذهب تحت بعض الضغط الهابط، وهذا التباين في الآراء أيضا يوسع من الفروقات السعرية العادلة لتنفيذ الصفقات، مما يجعل هذه الفجوات السعرية تحصل بشكل أكثر وضوحا. طيب سيد سركيس، قبل أن أخوض بباقي الأسئلة، لكن دعني أبقى في المعادن. اليوم أيضا الفضة تشهد تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض، وأيضا المعادن الأخرى، يعني هل تعتقد أن هذه الانخفاضات والتذبذبات لأسعار المعادن الأخرى هو مربوط بأسعار الذهب، أم أنها تتداول بمعزل عن الذهب بشكل تام؟ إن كنا نتحدث عن المعادن الثمينة، فهي تشمل الفضة، البلاتين، البلاديوم، كلها تتداول ضمن تذبذبات تشابه نوعا ما أسعار الذهب. لكن يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار بأن الفضة، لو تحدثنا عن الفضة فهو أيضا معدن يدخل بالصناعة، ولو تحدثنا عن البلاتين أو البلاديوم فقد تشهد حالات من الارتفاع الكبير كلما يتزايد الحديث عن الطاقة المتجددة والتغير المناخي، لأنها تدخل في العديد من الصناعات التي تستخدم لتقليص انبعاثات الكربون. والفضة على وجه الخصوص أيضا تستخدم في صناعة الخلايا الشمسية وغيرها، وهذا ما يجعل هنالك بعض التباين. لكن إذا نظرنا إلى معامل ارتباط إجمالي، فمعامل الارتباط الإجمالي بين المعادن الثمينة وتحديدا المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ربما تكون واضحة، وعندما يتذبذب الذهب نشهد معه أيضا تذبذبات في أسعار الفضة، لكن كمعاملات ارتباط تبقى نوعا ما ثابتة. هنالك بعض المؤشرات مثل مؤشر سعر الذهب إلى الفضة، هذا المؤشر أيضا يتحرك، وبالتالي نلاحظ أن تحرك هذا المؤشر يعكس لدينا بأن هنالك بعض التباين في التأثيرات، إن كان بارتفاع الدولار، انخفاض عوائد السندات الأمريكية، هذا كله يخلق حالة من التباين في الأداء. لكن أيضا باعتقادي هو سبب آخر من أسباب التذبذب في أسعار الفضة وغيرها من المعادن، أخذين بعين الاعتبار أيضا بأن التوقعات المستقبلية للمعادن المرتبطة للصناعة إيجابية جدا، وهذا ما قد يجعل التجاوب مع الانخفاض أقل منه مع التجاوب مع الاتجاهات الصاعدة أو الأمور الأساسية والظروف الأساسية الاقتصادية الداعمة لارتفاع المعادن التي فيها ارتباط بالصناعة، قد يكون تأثيره أكثر وضوحا من المعادن غير المرتبطة بالصناعة بشكل مباشر. طيب سيد سركيس، الآن ننتقل، أذهب من المعادن الفضة والذهب لينتقل إلى الموضوع الذي يشغل بال الجميع، لعل البلدان التي تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتمويل اقتصاداتها أيضا تواصل أسعار النفط ارتفاعها
التدريجي خاصة بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي في الفترة السابقة، هل تعتقد أننا سنرى النفط يتجاوز حاجز $75 في الفترة القادمة، أم أنه سيبقى مترنحا ما بين $72 وصولا إلى $73 بهذا الرينج فقط؟ الآن بداية حتى أوضح وجهة نظري بأسعار النفط، هي إيجابية بالفعل على مدى هذه السنة، فالتوقعات المستقبلية للطلب العالمي تفوق في توقعات النمو للطلب احتمالات أن يتم إدراج المزيد من التدفقات المعروضة في الأسواق، وهنالك أسباب داعمة لذلك وهو إعادة فتح الاقتصاديات، وكذلك بعض الحقائق التي تبشر خيرا من الانخفاض الذي يظهر بعدد الإصابات في عديد من الدول حول العالم بفيروس كوفيد-19. الانخفاض في أعداد الإصابة ورغم وجود بعض الحالات التي تظهر بعض الدول فيها ارتفاع بين الحين والآخر، لكن لو قارنا الأرقام الحالية للإصابة اليومية بفيروس كوفيد-19 بما كانت عليه خلال شهر فبراير ومارس الماضيين لوجدنا أنها اليوم أقل كثيرا، وأيضا العديد من الدول تعيد فتح اقتصادها وتعود السياحة حتى ولو بشكل تدريجي، وهذا كله محفز لارتفاعات في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. كما تفضلت حضرتك، بيانات المخزون التي صدرت الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع في المخزون التجاري الأمريكي مقداره 5.2 مليون برميل، وهذا ما دفع المخزون الأمريكي للتواجد ما دون مستوى متوسط الخمس سنوات بمقدار 3%. لكن لو لاحظنا يومها تجاوبت أسعار النفط انخفاضا بعض الشيء بسبب حقيقة أنها نفس البيانات أظهرت انخفاض الطلب الأمريكي على مشتقات النفط. لكن ينظر المتداولون الآن إلى التوقعات المستقبلية بالنسبة للطلب العالمي. أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي ليصل 96.5 مليون برميل يوميا، أيضا منظمة الطاقة الدولية قريبة من هذا الرقم، وهذا رغم أنه ما زال ما دون 100 مليون برميل ما قبل جائحة كورونا، لكن هذا يدل على تطورات إيجابية جدا مقارنة في عام 2020، وهذا يعني بأننا في حالة تعافي في الطلب العالمي. بل أني رأيت أيضا بعض التقارير التي صدرت من منظمة الطاقة العالمية التي أظهرت توقعات أن يعود الطلب العالمي على النفط بأكثر مما كان عليه خلال عام 2019 مع بداية عام 2022، وكل ذلك يدل التوقعات المستقبلية للنفط تبدو إيجابية، والطلب العالمي على النفط أيضا يبدو توقعاته إيجابية والنمو مستمر. لذلك مستويات 72-73 لأسعار النفط هذه تبدو قريبة، بل ممكن نشوف عندها تداولات متذبذبة، لكن على المدى الأبعد قليلا هنالك توقعات أن نرى أسعار النفط إذا كنا نتحدث عن برنت عند $80 أسعار النفط الأمريكي الخفيف أو خام غرب تكساس، لا أستبعد أبدا أن نرى أسعارا على المدى القصير $74-$75، فالاتجاهات الصاعدة ما تزال قائمة. لكن على مدى اليوم على مدى التداولات اللحظية هنالك مضاربة، لا يجب أن نهمل أيضا صغار المتداولين لأنهم أثبتوا بأنهم قوة مؤثرة في الأسواق المالية. بالتالي ربما عندما نصل مستويات أكثر ارتفاعا قليلا عند مقاومات فنية، أذكر على النفط الأمريكي الخفيف غرب تكساس مستويات 71-71.5، هذه المستويات قد تكون عندها مقاومات تسبب بعض التصحيحات، لكن هذه التصحيحات قد تكون مؤقتة، فالاتجاهات الصاعدة الإجمالية من المرجح استمرارها بعد انتهاء هذه التذبذبات. طيب سيد سركيس، كانت التكهنات في الفترة السابقة ترجح أن على تراجع أسعار النفط وذلك بسبب دخولنا في فصل الصيف، لكن الأمور تسير كما تحدثت على عكس من هذه التكهنات، برأيك هل هذا الارتفاع هو فقط بسبب المخزون الأمريكي أم إن أو حتى موضوع الصين اليوم ممكن أن نأخذ بعد هذا السؤال؟ بالضبط كما تفضلت حضرتك أنه البعض اعتقدوا بأنه دخول موسم الصيف يعتبر سلبي على أسعار الطاقة وأسعار النفط، لكن لنرجع قليلا بالزمن لنرى بأن فصل الصيف تزداد فيه الطلب على المشتقات النفطية في الدول العظمى تحديدا في الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا، يرتفع الطلب العالمي على مشتقات النفط. لماذا؟ لأننا ندخل في موسم يسمى هناك موسم قيادة السيارات أو الرحلات، بالتالي ارتفاع الطلب على النفط هو الذي يحفز هذا الارتفاع.
لو نظرنا إلى جهات أخرى التي تشير إلى توقعات أن نرى بعض الانخفاض بالطلب أو بعض الارتفاع بالمخزون، فكلها بالفعل قد تتسبب في تذبذبات، لكن باعتقادي وبحسب التاريخ فصل الصيف يزيد فيه الطلب على الوقود، وهذا ما يحفز أيضا موجات صاعدة على النفط. طيب، يعني أنت تعتقد أن الفصل الصيف يأتي بالنتائج الإيجابية أكثر من النتائج السلبية؟ صحيح صحيح، هذا بحسب الدراسات التاريخية، وكذلك أيضا حتى منظمة الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كانوا ينتظرون بالفعل قدوم فصل الصيف لرؤية ارتفاع الطلب، حتى أنها جاءت مخيبة للأمال. لو نظرنا للأسبوعين الماضيين شهدنا بعض التقارير التي خيبت بعض الأمال التي أشارت إلى بالفعل ارتفاع ونمو الطلب على الخام ومشتقاته، لكن في نفس الوقت هذا الارتفاع لم يأتي كما كان يأمل الكثيرون. لو نظرنا إلى المصافي الأمريكية ومقدار أو الكباسيتي والكمية التشغيلية لها وصلت إلى 87-88%، هذا ارتفاع ملموس، وهذا يدل على أننا في فصل كان من المتوقع فيه أن يرتفع الطلب. وبالفعل مع فصل الصيف كنا نتحدث تحديدا عن الدول العظمى، وهي الدول الأكثر استهلاكا للنفط مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، والهند وغيرها، كلها يرتفع فيها الطلب بحسب الدراسات التاريخية للسنوات الماضية خلال فصل الصيف الذي يسمى أيضا بموسم الرحلات. طيب سيد سركيس، أنت تحدثت عن اقتصاديات البلدان الكبرى، الصين هنالك فقط للإشارة أنه شركة سيارات واحدة فقط قد أعلنت أنها خفضت مبيعات السيارات لديها أو خفضت تصنيع السيارات لديها بمقدار 2 مليون سيارة شهريا، هذا الانخفاض يأتي مصاحبا إلى قلة الطلب على النفط، ممكن أن يؤدي إلى قلة الطلب على النفط، هل تعتقد أننا سنستمر بقلة تصنيع خاصة مع هذا الارتفاع للنفط، وممكن هذا الرجوع وتنامي العمل داخل الأسواق العالمية ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع وازدياد الطلب على النفط؟ الآن عندما نتحدث عن التصنيع والصناعة وتحديدا في صناعة السيارات، صناعة السيارات هي تدخل في ضمن السلع المعمرة، ولا يجب أيضا أن نهمل بأن الاقتصاد العالمي دخل في ركود قوي خلال عام 2020، حتى أن منطقة اليورو دخلت في ركود مزدوج لم ينتهي إلا مع الربع الأول من هذه السنة. ماذا يعني ركود اقتصادي؟ الركود الاقتصادي يعني انخفاض القدرة الشرائية، انخفاض الدخل وانخفاض الإنفاق. الآن الصين تبدو بأنها تحقق تعافي اقتصادي بالفعل، لكن لو نظرنا إلى التفاصيل الداخلية للاقتصاد والعادات الاستهلاكية يبدو بأن هنالك تغير كبير جدا في العادات الاستهلاكية، هذا ما انعكس على طلب السلع المعمرة والتي منها السيارات. بالفعل قطاع السيارات مثل القطاعات الصناعات الأخرى المتعلقة في مبيعات السلع المعمرة قد تأخذ فترة أطول من التعافي. لو نظرنا أيضا ليس فقط إلى الصين، إلى أمريكا، البطالة انخفضت لكن أيضا ما زالت عند مستوى 5.8%، وهذا أعلى بكثير من 3.5% خلال أو ما قبل جائحة كورونا. بالصين أيضا هنالك انخفاض بالبطالة لكنها أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهذا ينطبق أيضا في أوروبا. ماذا يحصل عندما نشهد بأن مستويات البطالة ما تزال مرتفعة وأيضا العادات الاستهلاكية متغيرة؟ هذا ينعكس على شكل انخفاض في طلب السلع المعمرة والتي منها أيضا أعتقد أن السيارات شهدت هذا الانخفاض بالطلب. لكن على خلال الفترة المقبلة ومع استمرار التعافي الاقتصادي ربما سوف تعود هنالك حالة من بعض الانتعاش في الطلب على السلع المعمرة وأيضا السيارات، لكن هذا أيضا بحاجة إلى بعض المراقبة، لأنه البيانات الأساسية التي تصدر من العالم رغم أنها تشير إلى تعافي في قطاعات التصنيع والصناعة والخدمات، لكن هنالك بعض المشاكل المتعلقة في العادات الاستهلاكية التي يجب أن نراقبها لإثبات توجهات المستهلكين إن كان على طلب السيارات وأيضا على السلع المعمرة الأخرى. طيب، اجتماعات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الواقع النفطي على أسواق النفط، هل تعتقد أن الفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على النفط أم أنه يقتصر فقط على الذهب والدولار؟ الآن هنالك تأثيران لاجتماعات الفيدرالي وقراراته. التأثير الأول يكون آني ولحظي بمجرد اتخاذ القرار، حتى أنه قبل ما يصدر القرار نشهد أن الأسواق المالية
تتذبذب بعنف إن كان كذهب أو أزواج العملات وغيرها من الأدوات مثل أسواق الأسهم الأمريكية وانعكاساتها أيضا على أسواق الأسهم حول العالم. أما بالنسبة للنفط هنالك تأثيرات طويلة الأمد للفدرالي الأمريكي هي التي تؤثر على أسعار النفط، فأسعار النفط ربما قد تتحرك ضمن نطاقات محدودة نسبيا باعتقادي مع صدور قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لكن على المدى الأبعد لا يجب أن ننسى بأن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يحافظ على سياسات تسهيلية ضخمة لم نشهد لها مثيل عبر التاريخ، تشمل 120 مليار دولار شهريا لبرامج شراء الأصول، وتشمل أسعار فائدة بين 0 و25%. هذا كله سياسات تحفيزية. السياسات التحفيزية تعني استمرار نمو اقتصادي وبالتالي زيادة توقعات تعافي الاقتصاد وتحسن أيضا التوظيف والدخل، وهذا ما قد ينعكس على أسعار النفط على النظرة متوسط الأمد وطويلة الأمد، لكن مرة أخرى ليس على المدى القصير واللحظي بل على المدى المتوسط والطويل. فالفدرالي الأمريكي مع سياساته التحفيزية للاقتصاد ربما سيكون أيضا محفز لتوقعات زيادة الطلب العالمي وتحديدا الأمريكي، ومنه أيضا زيادة الطلب على النفط، وبالتالي أعتبر سياسات الفدرالي التحفيزية أيضا مدعمة لارتفاعات أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل. طيب سيد سركيس، ما هو توقعك لأسعار النفط؟ يعني هل نشهد ارتفاع كما ذكرنا كما ذكرت في بداية الحديث؟ هل سيرتفع سعر النفط يتجاوز حاجز $80؟ هل سنشهد أسعار ما قبل عام 2014؟ بداية لنأخذ بعين الاعتبار أن الطلب العالمي حتى يعود للنمو والتفوق على 2019 سوف يحتاج إلى 2022، يعني حتى نهاية 2022. فعام 2021 أعتقد بأنه لن يصل الطلب لمستويات أعلى ما قبل جائحة كورونا. كنت أتكلم عن تعافي بالطلب ونمو، بالفعل هذا موجود وهو ما يدفع أسعار النفط للارتفاع ويجعلني أعتقد بأن أسعارا فوق $80 ربما تكون ليست مستبعدة. فأعتقد بأن متوسط $80 لبرنت، متوسط $75-76 بالنسبة لخام غرب تكساس، هي أسعار مناسبة لتوقعات الطلب. لكن إذا أردنا الرجوع لأسعار النفط عندما كانت في مستويات أقرب من $100، فهنا سوف نحتاج لعودة الطلب العالمي ليغطي ليس فقط الانخفاض في الطلب الذي حصل خلال 2020 وبداية تعويض 2021، لكننا سوف نحتاج أيضا تضخم كبير في الطلب على النفط، وهذا باعتقادي لن يحصل قبل نهاية عام 2020 مبدئيا وبحسب الظروف المتاحة لدي ما لم تتغير خلال الأشهر المقبلة. أعتقد بأن هنالك ارتفاعات بأسعار النفط، لكن أعجبني من خلال حديث حضرتك قبل قليل بأنك أشرت وحددت إلى التذبذبات السعرية، وهذا بالضبط ما أعتقده، لأن التذبذبات السعرية سوف تبقى قائمة، وهذا ما يعني بأن الارتفاعات قد تكون نوعا ما محدودة. حتى لو تكلمنا على مستوى $80-82 بالنسبة لبرنت، فهي تبعد من هذه المستويات حوالي $10 حد أقصى، فنحن لسنا أمام موجات صاعدة كبيرة جدا، لكن هنالك احتماليات بالارتفاع. أما لنشهد عودة أسعار النفط أقرب مستويات $100 أو ربما أكثر، فهذا يلزمه إثباتات اقتصادية أساسية وفروقات طلب ومعروض أيضا خلال الأشهر المقبلة لتأكيد ذلك، ولا أعتقد أن ذلك سيحصل قبل نهاية 2022. طيب سيد سركيس، الآن توقعاتك لمسار الاقتصاد العالمي وآفاق التعافي لهذا الاقتصاد وسط تنامي جهود الجميع للتطعيم للقاح كوفيد-19، أيضا وفتح بعض البلدان أبوابها السياحية أمام القادمين. نعم، بالنسبة قبل أن أشير إلى توقعاتي بالنسبة للاقتصاد العالمي، يجب هنا أن أشير إلى أن حتى البنوك المركزية حتى صندوق النقد الدولي عندما يتحدث بالتوقعات يربط هذه التوقعات بعدم حصول انتكاسة لا قدر الله بانتشار فيروس كوفيد-19. لكن حتى الآن بحسب ما أراه من الانتشار كمنحنيات إحصائية، أجد بأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي غاية في الإيجابية، وتوقع أن نشهد النمو قد يصل إلى 4 أو أكثر من 4% بالنسبة للاقتصاد العالمي، مستويات 6.5% أو أكثر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
هذه المستويات التي أتوقع وصولها لا كأكبر اقتصاد في العالم أو أيضا كاقتصاد دولي مدعمة حاليا بنمو البيانات. أذكر منها من هذه البيانات التي أتابعها مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، رغم أني أرى هنالك تذبذب كبير في قطاع الصناعة، لكن قطاع الصناعات التحويلية يظهر لنا استقرار. أيضا أوامر السلع المعمرة، وكذلك عندنا بيانات أخرى كالبطالة حتى مع أنها مرتفعة لكنها أيضا تظهر انخفاض. كل هذه البيانات في المجمل تثبت بأن الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة بدأ في مرحلة تعافي حقيقية. ما أخرها قليلا هو التدهور الاقتصادي الذي حصل في الهند، ولكن هذا التدهور نوعا ما كان محدود تأثيره على الاقتصاد العالمي. في الهند تشكل حوالي 7% تقريبا من الاقتصاد العالمي، لكن في أمريكا، في الصين والدول العظمى الأخرى، كنا نتحدث عن منطقة اليورو، بريطانيا، كلها تبدي تعافي اقتصادي مرن وجيد. أريد أن أعود إلى اقتصاد منطقة اليورو. اقتصاد منطقة اليورو شهد ركود يسمى بركود الدبليو، وهو ركود مزدوج. الانكماش في منطقة اليورو حصل خلال الربع الأول والثاني من عام 2020، وأيضا الربع الرابع والربع من 2020 والربع الأول من عام 2020. هذا يسمى ركود مزدوج، لكن الركود المزدوج بدأت ملامح حقيقية تظهر لدي من مؤشرات مديري المشتريات تثبت بأن اقتصاد منطقة اليورو دخل فعلا في مرحلة من التعافي لينضم إلى الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الصين. وهذه الكتلة الثلاثية التي المشكلة من الصين، الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو تشكل أغلب الاقتصاد العالمي، وهي تدعم فكرة المحتملة باستمرار التعافي الاقتصادي خلال هذه السنة. طيب الآن ننتقل إلى موضوع الدولار. أيضا يشهد الدولار تراجعا وعدم استقرار، يعني منذ فترة ونحن نرى أما مرتفعا أما منخفضا ولا يستقر حتى في الجلسة الواحدة. برأيك إلى من تعزو أسباب هذه التذبذبات وأيضا هذه الارتفاعات والانخفاضات؟ السبب هو التباين في آراء المتداولين. الفيدرالي الأمريكي استطاع أن يقنع الكثير من المتداولين بأن التضخم عابر وأن سياساته النقدية التحفيزية ستستمر لفترة مطولة. هذا الرأي جعل المتداولين يعتقدون بأن التضخم قد يكون مؤقت، لكن بعض المضاربين والمتداولين الآخرين لا يصدقون ويخشون بأن يحصل ما حصل مثل ما حصل خلال سنوات 2006 و2007 قبل الأزمة المالية العالمية 2008. يخشون أن نرى ارتفاعات كبيرة في التضخم غير مسيطر عليها، وهذا بالتأكيد سيلاحظه الفيدرالي. بالتالي هنالك نوعين من المتداولين أو الذين يراهنون على توجهات الفيدرالي. الجزء الأول من المتداولين يرى بأن الفيدرالي الأمريكي مضطر أن يرفع الفائدة خلال الربع الرابع من هذه السنة، أو على الأقل أن يقلص من برامج شراء الأصول البالغة 120 مليار. لكن البعض الآخر من المتداولين يعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر طوال هذه السنة بسياساته التحفيزية، لأن أسواق الوظائف رغم تحسنها لكنها لم تعد إلى مستويات قبل جائحة كورونا. هذا التباين في الآراء هو ما يجعل الدولار الأمريكي يتذبذب ضمن نطاقات محدودة، لكن هذا أعتبره تذبذب ملموس. الدولار الأمريكي منخفض لو قمنا بقياسه على فترة 6 أشهر أو سنة، لكن على المدى الأسابيع القليلة الماضية عندما بدأ التباين في آراء المتداولين هنا وجدنا التذبذب في الدولار. هنالك أيضا معاملات ارتباط اختلفت. معاملات الارتباط، وهذه معاملات الارتباط أتحدث عنها هنا لإثبات التباين في آراء المتداولين. ففي أسواق السندات الأمريكية تحديدا سندات أمد استحقاق 10 سنوات شهدنا فيها انخفاض في العائد، وأيضا أغلقت الأسبوع الماضي على مستويات تعتبر نوعا ما منخفضة، وهذا في العادة يرافق انخفاض بالدولار. لكن ماذا شهدنا؟ شهدنا أن الدولار شهد حالة من التذبذب أكثر من كونها أن يتمسك في خسائر أو أن يدخل في موجات صاعدة حقيقية. باعتقادي خلال اليومين القادمين، الاثنين والثلاثاء، وحتى أيضا يوم الأربعاء المقبل، قد نشهد حالة من
التذبذب الكبير ضمن نطاقات محدودة نسبيا للدولار الأمريكي، وهنا أخص بالذكر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية لحين صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهنالك موضوع صغير أنا أتابعه بالنسبة للفيدرالي الأمريكي وهو أسواق الريبو. لا أعتقد بأن الفيدرالي سوف يغير من سياساته النقدية، لكن سأراقب أي تلميحات بخصوص أسواق الريبو أو اتفاقيات إعادة الشراء التي حصل فيها بعض التوتر خلال الأسابيع القليلة الماضية. والكثير أيضا من المتداولين والجهات الاستثمارية سيراقبون تحديدا هذه النقطة التي قد يكون لها تأثير على الدولار الأمريكي. وكبار المتداولين وكبار البنوك بما أنهم ينتظرون أي تحرك من الفيدرالي للسيطرة على أسواق الريبو انخفضت أحجام تداولهم. انخفاض أحجام التداول يعني في العادة تذبذب في التحركات، وهذا أيضا يضاف إلى التباين في آراء المتداولين والذي يفسر كذلك تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية. طيب سيد سركيس جوبريان من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لانضمامك معنا. شكرا.